مرحبا بك على موقع esperancetunis.net. يظل اليوم حطينا معنا في البريمير ميتون بعد قعدنا نجريو في المقابل. والله صحيح الحمد لله يظل عملنا اون تام دو ماتش باهي سجلنا 3 اهداف في الشوط الاول. الشوط الثاني يظل لي كملناه يعني باكثر اريحيه شدينا الريتم كما نحبوا احنا. يظل لي بعد الماراثون الكبير نتاع الماتشات اللي تعدى وما يلزمناش نكونوا معنا نقوي في الريتم يعني برشا نخافوا من لي بليسيور مسكولير سيرتو. الحمد لله يظهر لي 3 بونتو سجلناهم في الشوط الاول والشوط الثاني كملناه كما يلزم. ليسونسيال ما قبلناش بونتو ما خليناش رواحنا معنا مغصورين لاخر لحظه. وهذاك يظهر لي ماتشات كيما هكا يلزمك تاخذ بايك من الاول. وان شاء الله القادم خير لينا ان شاء الله. كيفاش كانت الرجوع نتاعك اليوم؟ كيفاش لقيت روحك؟ صعيبة شوية يظهر لي صحيح الواحد مش باش يرجع كالعادة برشا رزن سيرتو معنا واحد مون كومبيسيون عنده برشا ملعبش يرجع يلعب ماتش اثنين يعاود يتضرب ان شاء الله الواحد بشوي بشوي يرجع للفورما وان شاء الله يعني نوع ديسبيرونس اللي كل ماتش يتعدى خير من اللي كل ماتش يجي خير من اللي يتعدى ان شاء الله. يعطيك الصحة.